خلي بالك منها يا ستي احسان، وقفي جنبها ان شاء الله. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اختي. اجمدي يا حبيبتي، اجمدي وشد حيلك يا حبيبتي، البقاء لله. سلام عليكم. لو احتجت اي حاجه كلميني يا ست غالي. كتر خيرك. خدي يا حبيبتي، دي حاجة بسيطة تساعدك على المعاش لغاية ما تاخدي مكافأة المرحومة. بس انتي فاكراني بتجب عليكي، معذورة، ما انتي مش دريانة بجمايل المرحومة علي. الله يرحمها، لولا ربنا وحده العالم السنين دي كلها كانت هتعدي عليا ازاي. معلش، بكره لما تاخدي مكانها في المصلحه هتشوفي بعينيك الناس بتقدرها ازاي، المسجونه قبل السجان. لا أنا شغالة في مصنع تطريز كويس، إن شاء الله إن شاء الله لما الظروف تتحسن هجيب مكنة وأشتغل لحسابي. بشوقك يا عيني، المراد تكوني مبسوطة، وإن عوزتي أي حاجة اتصلي عليا في النمرة دي، ده المحمول بتاعي. هو ده فيه مباشر؟ من بكرة هيكون عندي. خدي بالك منها، دي غالية بنت الغالية. هتوصيني على حبيبتي وبنت حبيبتي، دي في عينيا الاتنين. شد حيلك يا حبيبتي. إن عوزتي أي حاجة كتر خيرك. خليك انتي. لا يا أختي، إزاي لازم أوصلك؟ شيخ وليد. نعم. يلا معايا اخدك في طريق. حاضر. قول لي يا ست الكل، البنت يا حبيبتي غلبانه دلوقتي، مالهاش الا ربنا وحضرتك والبنت التانيه كمان، والله اغلب من الغلب. يا مين دي؟ نوره بنتي اللي قدمت لك القهوه، كنا متعشمين يعني ان حضرتك تشوفي لها كده شغلانه في مصنع ولا ورشه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اهلا وسهلا. مع السلامه حبيبه قلبي. ألف سلامة حبيبتي، ألف سلامة. بالسلامة حبيبتي قلبي. الله يسلمك. بالسلامة والقلب دعيلك. بالسلامة. قومي تساعديني بدل ما انت قاعده كده عماله تلغي. بس يا بنت. امال هي فين؟ في اوضه ابلع عواطف. طب انا رايحه انام، مش قادره، رجليا بتنقح عليا. وانت يا نواره شطبي المطبخ يا حبيبتي وبعدين حصلينا. مفتاحك وياكي؟ اه معايا. انا بس كنت بقول تسيبيني يعني ابات معاها الليله دي، اول ليله بقى بعد ما امها ماتت وكده. اه عندك حق برضه، خليكي بايته. بتشي يا بوسي، يلا بينا، سيب اختك عشان انت لازم تروحي تنامي، عندك مدرسه. يلا. ماشي يا ماما. اه يا رجلي. اه ترجمة